من الضروري جدا بأنه تعرف المضاعفات التي لها علاقة بالعملية اللي أنا أسوي لك إياها إن شاء الله. بالنسبة للمضاعفات، أكو مضاعفات لها بالعلاقة بكل العمليات عموما، وأكو مضاعفات لها علاقة بالعملية اللي راح أسوي لك إياها بالذات. المضاعفات العامة اللي لها علاقة بالعمليات هي واحدة منهم أنه واحد يصير عنده التهاب، فمن الضروري بأنه قبل العمليات واحد يكون جسمه نظيف ما عنده أي مرض جلدي، وضروري جدا بأنه بالجروح ما تنطخ أو الضمادات ما تتغير إلا إذا أحد لابس شفوف بعد العمليات. ومن المضاعفات الأخرى بأنه واحد يصير عنده تخثر بالدم، خاصة تخثر بدم الرجل، والخطير بأنه هذا التخثر ممكن يروح إلى الرئتين ويسبب انسداد بالشرايين الكبرى في الرئتين. فجدا جدا ضروري بأنه واحد يتحرك من البداية، ومرات احنا ننطيك أشياء حتى يعني تقلل من نسبة التخثر بالدم. فإن شاء الله خلال الفقرات الأخرى من هذا الأب نذكر لك المضاعفات اللي لها علاقة بكل عملية خصوصاً.